ماشي تمام. انت وليه حاسس؟ الشات ما بيظهرش عندي؟ نعم، المفروض ان انا عامل شير دلوقتي. ما بينكشفش على الرجال. يا باش مين اللي قال؟ احنا طبعا اي كلام ملوش لازمة. ماشي يا شباب، ممنوع منعا باتا اطلاقا، كله في الحدود. خلاص، احنا هنا يعني، لا هنا في الكلية ما بنقبلش اي حاجة زي كده ابدا. فالبشمهندس اللي قال اللفظ ده، لو سمحت يا باشمهندس نهدى شوية. احنا الى الان يا شباب اتكلمنا عن ايه؟ قلنا الدرجات بتاعت المادة، وقلنا الدروس عناوينها ايه، وخلاص كده. دلوقتي بقى تعالوا ايه، نشوف اول درس. فاول درس عندنا، دكتور بعد اذنك. يا شباب نص الشابتر الاولاني. الشابتر الاولاني بيتكلم عن الريزلتنت او المحصلة، ان انا عندي مجموعة فورسز وعايز اجمعهم، اشوف مجموعهم ايه، اشوف تأثيرهم ايه على البادي، هيمشوه ازاي. ففي ال 2 دي خلاص، ده اللي هناخده النهارده باذن الله. تعالوا كده نشوف الطرق اللي هنحل بيها، وبعد كده نشوف المسائل. يبقى ريزلتنت في ال 2 دي بيبقى عندي البادي عليه مجموعه فورسز، حاجه زي كده اف 1 اف 2 اف 3 اف 4. كل فورس من دول ممكن تبقى حبل، ممكن تبقى وزن مثلا، اي حاجه بتشد البادي، اي حاجه عايزه تحرك تمشيه. في الاخر البادي متعرض لايه؟ لاربعه فورسز، خمسه، سته. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اشوف البادي ده في الاخر هيتحرك مع مين بالظبط، هيتحرك في انهي اتجاه، وهيتحرك بقوه كام. ماشي يا شباب، فده دي اسمها الريزلتنت. مثلا لو هو اتحرك في الاتجاه ده يبقى اسمها ار، الريزلتنت بنسميها ار كابيتال. والانجل الزاويه مع الاكس اكسس اللي هي ثيتا، دي هيبقى اسمها الدايركشن. يبقى الار دي اسمها الماجنتيود اللي هو بيتحرك بفرصه قد ايه، والثيتا ديت اسمها الدايركشن، الاتجاه اللي هو ماشي بيه. اي دايركشن عندنا في المنهج يعني تجيب زاويه، يعني تجيب زاويه. قبل كده كان ممكن يقول لك الدايركشن ده حاجة اسمها يونت فيكتور، الناس في الثانوية العامة أكيد سمعوا عنه. لا، إحنا عندنا ده يعني تجيب لي زاوية. ده معنى كلمة الدايركشن. فهدفك في آخرك أي مسألة تجيب الإيه اللي أنت شايفه ده هيتحرك بقوة قد إيه، يبقى دي اسمها الماجنتيود أوف ذا ريزلتنت. وإيه هيتحرك في أنهي اتجاه، زاوية كام مع الإكس أكسس، ودي اسمها الدايركشن. أجيب الكلام ده إزاي بقى؟ عندنا طريقتين للحل. في طريقة جرافيكال، عن طريق رسمه كده بسيطه بترسمها وبتحلها، وفي طريقه عامه اناليتيكال. تمام، ما اعرفش اذا كان الدكتور شرح لكم الجرافيكال ولا لا. حد كان مركز وعرف؟ وقال صعب علينا دلوقتي ريزوليوشن. انا مش هيشرح خلاص، يبقى نسيبه، ممكن نسيبه. احنا ناخد بقى الطريقه العامه وخلاص، اللي هي الطريقه التحليليه اناليتيكال. ما تشرح للتحليل analytical method. analytical method يا شباب بتحل اي عدد من الفورسز واي نوع من انواع المسائل، الطريقه التحليليه. الطريقه الجرافيكال اللي الدكتور ما قالهاش، بتحل فقط لو عندك تو فورسز بس، فمش مهم. الاناليتيكال هي اللي هتعمل معانا باذن الله. نعم، هو قال الاثنين. خلاص، ممكن يبقى الجرافيكال نزودها في المسائل اللي عايز يعرفها. بس طبعا الامتحانات عندنا مش بيحدد لك طريقه، انت بتشتغل باللي انت عايزه. خلاص، فممكن تثبت على الاناليتيكال ديت وخلاص. في المسائل باذن الله هبقى ازود لك الثانيه، الطريقه الثانيه. ماشي، الاناليتيكال الطريقه التحليليه، ان انا عن طريق ان انا ايه، باخد كل فورس وبقسمها جزئين، جزء في اكس وجزء في الواي. مثلا لو انا عندي فورس بالمنظر ده بتساوي 10 نيوتن، وعندي زاويه مثلا 20 مع الاكس اكسس، عندي فرصه ثانيه
حاجه زي كده بتساوي 20 نيوتن وعامله زاويه 30 مع الواي اكسس. عندي فورس ثالثه بالمنظر ده 30 نيوتن ومدي لك ليها مثلث مثلا. انا بحاول ايه نكتب كل انواع الفورسز اللي احنا هنشوفها. فرصة أخيرة عندك بتساوي 40، يديك رسمة زي دي ويطلب منك الريزلتات. واحدة واحدة بقى كده هنعمل إيه؟ أول حاجة هنقسم كل فرصة الاتجاهين اسمهم كومبوننت. باشمهندس معلش، يعني إيه العشرة نيوتن؟ هي إيه؟ عشرة نيوتن إيه يعني؟ لا دي قيمة الفرصة نفسها نيوتن. يعني إيه عشرة نيوتن؟ يعني إيه؟ يعني دي القوة. دي القوة آه. ممكن بقى تبقى حبل بشد. هو 10 نيوتن ديت يعني تقريبا كيلو جرام، يعني 1 كيلو جرام يعني تقريبا حبل بشد، وزن على البادي، قوة رياح مثلا، موجة، اي حاجة، فورس. ماشي، باخدها اقسمها بقى. هو مديني ايه؟ مديني زاوية 20 درجة مع الاكس اكسس، فبقسمها بحط مع الاكس كومبوننت ومع الواي كومبوننت، اسمها كومبوننت او مركبه. تمام، فبعمل كده ال10 طبعا في الربع الاول اهي زي ما انت شايف، فهيبقى الاكس موجب، هيبقى الواي موجب، واللي معاه الزاويه بياخد الايه الكوساين. يعني بنكتب على الاكس كام؟ 10 كوساين 20 والواي 10 ساين 20. يبقى انا كده قسمتها ساين وكوساين. ماشي، تعالوا نروح على ال 20 نيوتن. ال 20 نيوتن، ال 20 نيوتن ديت في الربع الثاني، في الربع الثاني، فهيبقى الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف. تمام، طلع كده الكومبوننت، هيبقى ادي الاكس ناحيه الشمال وادي الواي لفوق. ده اللي انت بتعمله في اول اي مساله 2 دي، بتعمل كده. طيب الزاويه فين هنا؟ عندي زاويه 30 مع مين؟ مع الواي اكسس. يبقى الواي دلوقتي هيبقى هو الايه؟ هو الكوساين. فاكتب على الواي 20 كوساين 30 واكتب على الاكس 20 ساين 30. تمام كده؟ حد عنده استفسار؟ هنحط له باشمهندس في استنى الساين وليه استنى الكوساين؟ يعني او ليه يعني ايه اللي خلاني اللي جنب الزاويه بياخد الكوساين، اللي جنب الزاوية بياخد الكوساين. يعني الزاوية عندي 30، دي جنب مين فيهم؟ جنب الواي، صح؟ طب يا دكتور مش هتبقى نيجاتيف 20 ساين؟ اصبر لما اخلص السؤال الاول. يبقى الكوساين في الواي، فاكتب على الواي القوة نفسها 20 كوساين الزاوية اللي هي 30، واكتب على الاكس اللي هي ناحيه الشمال 20 ساين 30. وال10 نيوتن، ال10 نيوتن كانت الزاويه 20 مع الاكس اكسس، وبالتالي يبقى الاكس كوساين والواي ايه؟ والواي ساين. بالنسبه للبشمهندس اللي بيقول السالب، لا طبعا انت في السالب مش بتحطه على الرسمه، ما تحطش اي نيجاتيف على الرسمه. انت على الرسمه راسم لسه في الرسمه انت راسم الفورس ناحيه الشمال، يعني محدد اتجاهها اهو، فما تحطش سالب. هنحط سالب امتى؟ لما نيجي نجمع، او لو جيت اكتبها في صوره فيكتور، في صوره متجه، هحط السالب بقى. لكن على الرسمه لا، ما تحطش سوالب على الرسمه. ماشي، في عندي بقى فورس 30، دي مختلفه، دي ما فيهاش زاويه، فيها مثلث. ال 30 نركز كده مع بعض في الفورس اللي هي 30 نيوتن. المثلث ده بتجيب منه الساين والكوساين، خلاص؟ فبتعملها كالاتي. طبعا ال 30 نيوتن ديت في زي ما انت شايف في الربع الثالث، يعني نيجاتيف اكس ونيجاتيف واي. مش عارف الراجل ده مش عايز يسكت. طيب فهنا الربع الثالث، يعني هتحط كومبوننت مع الاكس نيجاتيف وكومبوننت مع الواي نيجاتيف.
دول كده الاثنين كومبوننتس بتوع ال 30 نيوتن. الاكس ياخد كام والواي ياخد كام؟ هنا مفيش ساين ولا كوساين. بص على المثلث هتلاقي المثلث ده عباره عن اكس وواي والوتر، مظبوط؟ الاكس بتاعته 4، الواي بتاعته 3، والوتر بتاعه هتحسبه يطلع لك ايه 5 هايبوتنس يعني. ف وانت بتجيب الاكس كومبوننت بتاخد الاكس اللي هي 4 وتقسمها على الوتر اللي هو 5، يبقى 4 على 5 دي كانها الكوساين يعني. فهنكتب الفورس اللي هي 30 في 4 على 5. الواي كومبوننت هتروح للمثلث وتاخد الواي برضو تقسمه على الهايبوتنس، فده هيطلع لك كانه الساين يعني. فهتكتب 30 في 3 على 5، يعني انت بتاخد الموازي ليك، مش بتقعد تشوف فين الاوبوزيت وفين الادجيسنت المقابل والمجاور والحاجات دي، لا. انا شغال على الاكس بروح المثلث اخد الاكس، والواي باخد الواي. فدي طريقه الفورس اللي هي الشكل ده. اخر حاجه ال 40 نيوتن دي فورس نازله لتحت على الواي اكسس، دي مش بقرب لها، مش بعمل لها حاجه، بحطها زي ما هي. صوت 40 عطل. صوت قطع؟ لا الصوت تمام. لا شغال. لا الصوت تمام. تمام. الفورس اللي هي ال 40 دي على الواي اكسس بالظبط، هحطها زي ما هي، مش هغير فيها اي حاجه. كده يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا حاجه اسمها ريزوليوشن، تحليل للقوه بتاعتنا. اي مساله 2 دي في المنهج كله، في المنهج كله، اول ما يجي لك السؤال في فورس عامله زاويه بتاخدها تقسمها اكس وواي، فورس عامله مثلث تاخدها تقسمها زي ما انت شفت كده، وتبتدي بقى تشتغل بقى. هو عايز مني ايه دلوقتي؟ هو عايز مني الريزلتنت. تعالوا بقى نكتب قوانين الريزلتنت. مين بيسال؟ اتفضل. المثلث ال 4 5 ده عملته ازاي في اول جتا؟ يعني ممكن اعكس اللي هو الجتا مكان الجو العكس؟ ما انا ما اشتغلتهاش كده، ما سمعتنيش؟ انا ما قلتش ساين ولا كوساين اللي هو الجو الجتا، ما قلتش ده خالص. انا قلت المجاوره. لا ما قلتش برضو الكلام. انا قلت لو انت بتجيب الاكس كومبوننت، مركبه الاكس بتاعت القوة، بروح المثلث واخد الاكس على طول، لا مجاور بقى ولا مقابل ولا الكلام ده كله، اللي هو الاربعة على خمسة. بجيب الواي بروح للمثلث واخد الواي على جنب كده. بص على جنب اهو، اصل عايزين نتعلم دي، اصل بعد كده بإذن الله المسألة هيبقى فيها 20-30 فورس، فلو قعدت في كل فورس تشوف يا ترى فين الاوبوزيت وفين الكلام ده مش هنخلص. فبص كده، انا عندي فرصة اهي، ماشي، 50 نيوتن، وفي جنبها مثلث صغير اهو 12 5. جميل. ال 12 5 يبقى الهايبوتنس بتاعه كام؟ 12 5 هتعمل سكوير روت جذر 12 تربيع 5 تربيع يطلع لك 13. ماشي يا باشمهندس 13. بعمل ايه بقى؟ هاجي على، طبعا هطلع لها اكس كومبوننت، الفورس اكس كومبوننت وواي كومبوننت. بمنتهى البساطه الاكس كومبوننت هتروح تاخد الاكس بتاعت المثلث اللي هي 12 على ال 13، يبقى اكتب 50 12 على ال 13. الواي هروح اخد الواي 5 على ال 13، بتبقى كده. ماشي تمام يا دكتور. بنعمل ايه بقى بعد كده؟ بعد ما عملت ريزوليوشن للفورسز بجمع كل الاكسات لوحدهم بسميهم ار اكس، وبجمع كل الوايات وسميها ار واي، ريزلتنت في اكس وريزلتنت في واي. دي خطواتنا، فهنعملها كالاتي. هنقول له بقى هو عايز في الاخر الار الماجنتيود لسه، يبقى اول حاجه بنجيب ار اكس، جمع كل الاكسات على الرسمه، اللي رايح يمين موجب واللي رايح شمال سالب، يبقى عندي 10 كوساين 20 موجب. يا دكتور هو انا دايما اليمين عندي موجب ولا انا باخد عايز اتحرك فين والعكس بتاعه يبقى سالب؟
لا احنا في الاستاتيكس اليمين على طول موجب، في الداينامكس بنغير. تمام، يعني في الاستاتيكس اليمين دايما ثابت، مش انا بشوف بتحرك فين وباخد العكس بتاعه. يعني لو ليه الكلام ده الكلام ده في تطبيق بقى، في تطبيق معادلات نيوتن في الداينامكس اللي هو بشوفه هيتحرك فين، لكن احنا في الاستاتيكس مسائلنا كلها ما فيهاش حركه، ف هنثبت الاتجاهات، هنثبت يمين موجب شمال سالب فوق موجب تحت ساكن. نعم بقول عشان احنا بنشتغل على جسم ساكن فاحنا اللي بنحدد الاتجاه، لكن في الديناميك عشان بناخد اتجاه الحركه اصلا اللي هو ماشي فيه فبناخد الدايركشن اوف موشن. ايوه بالظبط، بالظبط. احنا هنثبت هنا يا شباب يمين موجب شمال سالب ده، وانا بجمع الاكس طبعا هنلاقي 20 ساين 30 ناحيه الشمال فتبقى سالب 20 ساين 30، هنلاقي 30 4 على 5 ناحيه الشمال تبقى سالب. هتحسب هيطلع لك رقم ظريف جدا، ده هو المحصله في الاكس. ماشي، بنفس الطريقه هنجمع الار واي اللي طالع موجب واللي نازل سالب مجموع اف واي. بص على الرسمه هتلاقي اللي طالع 10 ساين 20، هتلاقي 20 كوساين 30، تلاقي بقى عندك ال 40 نازله، تلاقي عندك 30 3 على 5 نازله لتحت، وتحسب وتحسب. في الاخر المطلوب بقى بتاع المساله الماجنيتيود والدايركشن، فهنقول له يبقى الماجنيتيود القانون بيقول ايه؟ ادي الار اهي، ار بس كده من غير اي حاجه يبقى اسمها الماجنيتيود، هيبقى الجذر ار اكس تربيع وار واي تربيع، وتحسبها. والدايركشن زي ما قلنا اللي هو الثيتا، هتبقى الثيتا بتساوي تان انفرس وتقسم الواي كومبوننت على الاكس كومبوننت. دي القوانين بتاعتنا وخطوات الحل اللي هي الطريقة التحليلية الاناليتيكال. ماشي شباب، في اي استفسار؟ باشمهندس هو احنا الزاوية كده كده مع الزاوية ايه يا باشمهندس؟ الزاوية بتطلع لك مع الاكس اكسس البوزيتيف، ناحية البوزيتيف. بالبوزيتيف، وبناخدها احنا بقى ونرسمها او نغير فيها زي ما هنشوف في المساله. انا التفاصيل دي عايزها في المساله احسن. دي الخطوات ودي القوانين. تمام. في جوه تريكات بسيطه نوضحها بقى بحل المسائل. تمام كده، تمام كده. بعد اذنك يا دكتور، ممكن تحط اللي هو القانون تاني عشان بس مش قطعه عندي فانش. احنا وصلنا لحد فين؟ احنا جبنا الار اكس بجمع الايه اللي على الاكس اكس، صح، يمين موجب وشمال سالب، وجبنا حاجه اسمها الار واي. الار واي بجمع اللي على الواي اكسس طالع فوق موجب نازل تحت سالب. كده انا عندي رقمين، كده انا عندي رقمين اللي هو المحصله في اكس والمحصله في واي اهو. كده يبقى انا عندي ار اكس المحصلة في X وعندي الـ RY المحصلة في Y. أنا عايز إيه بقى دلوقتي؟ أنا عايز الماجنتيود، أنا عايز في النهاية اتجاه واحد البادي هيمشي فيه، عايز قوة واحدة بس، يبقى دي اسمها الماجنتيود. R بتساوي جذر RX تربيع زائد RY تربيع، ده القانون. جذر وأعمل تربيع للمركبتين اللي أنا جبتهم. يعني أنا بربع بعد ما بجيب الرقم بربعه وأحطه تحت الجذر. ده كده اسمه الماجنتيود. بعد كده عندنا حاجه اسمها الدايركشن، الاتجاه بقى اللي هيمشي فيه، الزاويه كامل اللي هيمشي فيها. فبقول له الزاويه بتساوي تان انفرس، تان انفرس اللي هي شيفت تان على الكالكوليتور يعني، تان انفرس واقسم ار واي على ار اكس، مركبه الواي على مركبه الاكس، يطلع لي الزاويه مع الاكس اكسس. طب يا دكتور احنا لازم نجمع الباي عشان نجيب الزاويه الكامله ولا لا؟ لازم ايه؟ نجمع 180، نجمع 180 على الزاويه اللي هتطلع من تان انفرس. ما انا ما احنا هنقول في المسائل. طب ماشي، ممكن اقولها لكم دلوقتي. يا باشمهندس بصوا يا شباب،
نخلص بس السؤال ده بعد اذنك. بص يا شباب، طبعا وانت بتعمل تان انفرس على الكالكوليتور ما بتاخدش معاك اي نيجاتيف خالص، يعني الار واي بتاخدها بالبوزيتيف والار اكس بالبوزيتيف، فبيطلع لك زاويه موجبه. انت بعد كده بقى افكركم بالكلام اللي احنا هنعمله. لو الريزلتنت في الربع الاول، طب اعرفها ازاي؟ لو انت عندك ار اكس موجب وعندك ار واي موجب، كده الريزلتنت في الربع الاول، فبتاخد ثيتا زي ما هي، بتاخد ثيتا زي ما هي ما بتغيرهاش خلاص. لكن لو كان عندك الار اكس طلع لك سالب والار واي موجب، كده يبقى انت في الربع الثاني، فالزاويه اللي بتطلع لك مثلا طلع لك 30 بتعمل 180 ناقص اللي هي 150، يعني ده الاجابه اللي انت بتكتبها له في الاخر. لو كان عندك ار اكس سالب وار واي سالب الاثنين سالب، وانت بتعمل على الكالكوليتر طبعا تان انفرس هتشيل السوالب دي كلها، فهيطلع لك مثلا 30 180 زائد سيتا، يبقى اكتبها له 180 زائد سيتا يبقى 210. ولو كان ار واي سالب وار اكس موجب، كده يبقى انت في الرابع فبتعمل 360 ناقص سيتا. بس دي التركه اللي انا كنت سايبها للمساله، ادينا قلناها اهو. هاخد مثال بسيط كده، مثال بسيط جدا. انا بجمع الار اكس طلع لي سالب 3، بجمع الار واي طلع لي 4، ماشي، او 30 و40. بصوا كده ركزوا معايا، انا كده خلاص جمعت مسالتي وطلع لي الارقام دي. عايزين بقى ماجنيتود ودايركشن. الماجنيتود هيساوي كام؟ هيساوي جذر 30 تربيع و40 تربيع. طبعا مع التربيع السالب بيطير خلاص. فدي كده يا شباب دي اسمها المحصله، الماجنيتود بتاع الريزلتنت. طب ثيتا بقى، بص ركز على الكالكوليتر، هتعمل تان انفرس وتكتب الواي على الاكس، يعني 40 على 30، ما تاخدش اي سالب خالص، ما تاخدش سالب، فهيطلع لك حوالي 53 درجه. هل دي اللي هتكتبها له في الاخر؟ لا لا، هنبص لاشاره الاكس والواي، الار اكس سالب الار واي موجب، كده انت في الربع الثاني، فسيتا اللي هتكتبها له يبقى 180 ناقص 53 يبقى 127 درجه. هي دي الاجابه في الاخر، ده الدايركشن الصح، ماشي؟ وضحت؟ تمام يا دكتور. ماشي يا دكتور. الكالكوليتور لو دخلت له السالب بيلخبط الدنيا، يعني انت لو كتبت تان انفرس 40 على سالب 30 هيطلع لك بقى زاويه سالب 53. ايه سالب 53 دي؟ يعني دي في ربع الكام دي؟ معرفش. فطبعا عشان كده بنشيل السالب خالص. تمام، دي الطريقه الاولى، الطريقه التحليليه، اي نوع مسائل تعرف تشتغل بيه. تعالوا بقى نشوف الايه المسائل بتاعه الكتاب. طبعا التوتوريال اصلا يا شباب للمسائل، خلي بالك. الطرفين بقى ماشي. دكتور، ايوه، هو احنا ممكن برضو ناخدها التان بالسالب عادي وندفع عليها بعد الزاوية ما تطلع ندفع عليها 180؟ لا بلاش. طب ليه هتلخبط الدنيا ليه؟ هي هتلخبط يعني، بس دي اسهل يعني. طبعا. طيب بتوسع الطريقة. احنا عندنا مسائل كتير. دكتور ممكن تبقى ترفع لنا البي دي اف بتاع الاسئله ده عشان نبقى نجرب؟ طبعا ان شاء الله. في الكتاب، في الكتاب اللي اتبعت على الشات. هي دي مسائل الكتاب؟ اه ماشي يا شباب، تعالوا كده نشوف بقى اول سؤال.
اهو رقم 2-1. السؤال ده فيه قوتين بس، عندك قوة بتساوي 2 وقوة بتساوي 6. نقرأ السؤال كده، يقول لك ايه؟ determine the magnitude of the resultant force. يبقى عايز الماجنتيود اللي هو الار في الاخر اللي بنجيبه، تمام؟ on the screw، screw اللي هو المسمار يعني. وبعد كده عايز الدايركشن، measured clockwise from x axis، clockwise في الاخر. نشوف حكايه الايه clockwise دي. احنا هنمشي خطواتنا بقى العاديه زي ما شرحنا. هنعمل ايه؟ هناخد كل فورس من الاثنين دول ونعمل لها ريزوليوشن، نقسمها واحده في اكس وواحده في واي. فده اللي احنا هنعمله في الاول، تمام؟ طبعا مديك زوايا اهو، فهيبقى كوساين وهيبقى ساين. ده كده الاكس اكسس والواي اكسس اهو انا رسمته. ماشي، اول حاجه الاثنين، الاثنين كيلو، طبعا الكي كيلو نيوتن، كيلو نيوتن. هل اضرب في 1000؟ مش لازم، مش لازم. الاستاتكس طالما المساله كلها نفس اليونت خلاص، ماشي. يعني لو كلها كيلو نيوتن، لو كلها ميجا نيوتن، خلاص مفيش اي مشكله خالص. ممكن في الامتحان يعملوا بالنيوتن؟ نعم، يعني في الامتحان يطلق يحط كيلو وعملها انا نيوتن بعد كده عادي الامتحان. هو الامتحان بيبقى غالبا ام سي كيو اختيارات، ف انت بتشوف المطلوب بانهي يونت مكتوب لك، المطلوب بنيوتن مثلا، بكيلو، وعلى اساسه بتشتغل. ماشي تمام. دكتور، ايوه، كان في قانون خدناه اللي هو الجذر ق واحد تربيع زائد ق اتنين تربيع زائد اتنين ق واحد ق اتنين في ذات الزاويه اللي بينهم تقريبا. ما هو نفس قانون الارياضه. انسى بقى الحاجات دي، انت مش هو نفس القانون تبقى صح. انسى الحاجات دي، الحاجات دي اللي كان بيستخدمها القدماء المصريين الفراعنه. يعني ايه؟ هم كانوا بيلعبوا بالرياضه، اللعب يعني. هو احنا خدنا القاعده العامه، احنا خدنا القاعده العامه ازاي تجيب ريزلتات، ان انت تعمل ريزوليوشن وتجمع ده الطريقه العامه. في بقى ناس قعدوا يجتهدوا ويطلعوا قوانين ويرصوا في قوانين. محصلة قوتين، يلا اديله، ادي محصلة قوتين. محصلة ثلاث قوى، يلا اكتب اديله. مش عارف واحد اسمه لامي عمل قاعدة لامي، يلا اديله. كل ده، كل ده حاجات فرعية مالهاش أي علاقة بالدنيا. أنت دي الطريقة العامة اللي احنا خدناها وخلاص. خلاص، حلو قوي كده. خلاص تمام يا دكتور، شكرا. تقدر تشتغل بيها؟ طبعا طبعا، بس لازم تكون محقق الشروط. يعني انت القانون اللي انت قلته صح، مفيش مشكله، هتعرف تشتغل بيه عادي. قاعده لامي مثلا، افرض طالب مثلا اشتاق لقاعده لامي مثلا، هنقول له لا، حل يا طالب مش مشكله، بس تبقى عارف ان دي حالات خاصه، حالات معينه، ما تمشيش في اي مسألة، في كل المسائل. وانا شايف ملهاش لازم خالص. تمام يا دكتور، ماشي. هنحلل بقى عادي. انا ان شاء الله هشتغلها لكم بالطريقه اللي احنا قلناها التحليليه. وبعد كده اللي عايز يعرف الجرافيكال هقولها له، عشان برضو في الجرافيكال هنقول قوانين مهمه اللي هي الساين لو والكوساين لو بتوع المثلث، فعايزك برضو تبقى عارف. بس اللي يهمني ان انت تبقى فاهم التحليليه، علشان دي اللي مكمله معانا طول الترم باذن الله. الاثنين هنعمل لها ريزوليوشن، الاثنين دي كده في الربع، الرابع زي ما انت شايف. فالاكس هتبقى موجب اهي ناحيه اليمين، والواي هتبقى سالب لتحت. الزاويه جنب مين؟ الزاويه 45 جنب الاكس، فهتكتب على الاكس 2 كوساين 45، وبالتالي الكومبوننت الثانية اللي هي بتاعت الواي هتبقى ساين، يبقى 2 ساين 45. خلصنا الاثنين كيلو نيوتن، نخش على الستة كيلو نيوتن. دي في الربع الثالث، فالاكس هتكون شمال والواي هيكون لتحت. نكتب الزاوية 60 جنب الاكس،
يبقى 6 كوساين 60 والكومبوننت الثانيه 6 ساين 60. تمام كده عملنا اول خطوه بسلام. تعالوا بقى نجمع باشمهندس. طب ليه ما تكونش في الربع الثالث بما ان برضو الواي برضو هتبقى الثالث؟ ليه قلنا في الربع الرابع بس؟ ما هي الاول فورس في الربع الرابع الاثنين اكس موجب واي سالب، والفورس الثانيه اللي هي السته في الربع الثالث اكس شمال وواي تحت، فده اللي احنا قلناه. يعني هي في الربع ولا في الثالث برضه؟ نعم مش هنحط النيجاتيف؟ لا ما قلنا ما نحطش نيجاتيف على الرسمه. تمام اوكي احط نيجاتيف وانا بجمع. تمام فهنا بقى نجمع ايه؟ اول حاجه هنجمع ار اكس، كل اللي على الاكس اكسس يمين موجب وشمال سالب، يبقى 2 كوساين 45 موجب ناقص 6 كوساين 60، وتشوف هيطلع لك كام. هي محلوله، شوفها هي محلوله في الورق اللي هينزل لك جرافيكال، محلوله جرافيك مفيش مشكله. حسبتها كام؟ نيجاتيف 1.6 كيلو نيوتن. طيب بعد كده نجمع الواي، هتلاقي الواي الاثنين اللي تحت فهيبقى نيجاتيف 2 ساين 45 ونيجاتيف 6 ساين 60، الاثنين اللي تحت نيجاتيف فهيطلع لك نيجاتيف 6.6. يبقى نيجاتيف 6.6 كيلو نيوتن. بعد كده بنعمل ايه؟ بنحسب بقى الماجنيتيود والدايركشن. بنقول له الماجنيتيود هنقول له R كده بتساوي سكوير روت R X سكويرد و R Y سكويرد تقريبا 6.8. تمام، مين اللي بيسأل؟ انا. هو مش المفروض الاثنين قوتين في نفس الاتجاه يبقوا بالموجب؟ في نفس الاتجاه بالموجب؟ انت قصدك ال Y يعني؟ اه لا، ليه يا باشمهندس؟ ليه الاختراع بقى؟ ما احنا الاثنين تحت يبقى الاثنين سالب، احنا مثبتين الواي لفوق. تمام، الواي موجب فوق والسالب لتحت والاكس يمين موجب وشمال سالب، ثبت الكلام ده بقى مش هنغير. ماشي. السيتا هنقول له تان انفرس ونقسم الواي على الاكس من غير اي سالب خالص، يبقى 6.6 على 1.6 6 ونشوف هيطلع لك كام. 76.3. ماشي، طلع لك 76.3. هل ده اللي هنكتبه على طول ولا هنغيرها؟ 360 ناقص. لا مش 360 ناقص، 180 زائد. عندي 180 زائد سي. بص يا شباب لحظة، ار اكس سالب وار واي سالب، يبقى ده كده الربع الثالث. الربع الثالث يبقى الزاوية الحقيقية 180 زائد 76.3. طبعا للأسف الإجابة دي غلط، مش صحيحة. عايزها كلو كويس. لحظة واحدة بقى، لحظة واحدة شباب، احنا عايزين ايه؟ نبقى هاديين خالص، يعني محدش يجاوب معايا، ده بيعمل تشتت للباقي اللي مش فاهم. نهدى خالص لما اسال بجاوب. فهتطلع انت زاويه دلوقتي 256.3، الاجابه دي غلط. ازاي يا باشمهندس؟ انت شرحتها لنا كده. ايوه، ما هو غير لك السؤال دلوقتي. هو بيقول لك ايه بقى؟ تعالى اقرا السؤال تاني. بيقول لك احسب الدايركشن measured clockwise from x. clockwise from x اللي احنا اتكلمنا عليه 180 ناقص 180 زائد، الكلام ده كده anti clockwise، يعني عكس الساعة. ده الستاندرد بتاع اللي احنا قلنا عليه، لما تعمل 180 زائد 180 ناقص القصة دي كلها، ده بيطلع لك ايه؟
بيطلع لك عكس الساعة، هو ده الأساس. طب لما يطلب مع الساعة، مع الساعة، فممكن تجيبها بالرسمة أو ممكن تجيبها على طول 360 ناقص اللي انت جبتها دي. يعني ممكن تقول له على طول من غير ما تفكر كلوك وايز، أكيد لما همشي مع الساعة أو أمشي عكس الساعة مجموعهم هيبقى 360، فهيبقى 360 ناقص الرقم اللي انت جبته طالك تقريبا 103.7. أو على الرسمة، إزاي على الرسمة؟ بص ركز معايا، ارسم الريزلتنت، مش هي في الربع الثالث؟ تمام أهي، أدي الريزلتنت زاويتها كام؟ زاويتها 76.3 مع الإكس أكسس أهي 76.3. تعال بقى ابدأ من الإكس أكسس وامشي مع الساعة وشوف هتمشي قد إيه. ابدأ من الإكس موجب وامشي مع الساعة أهو لحد ما أوصل للريزلت. أهي مشيت قد إيه؟ 180 ناقص 76.3 اللي هي 103.7. خلاص شباب؟ يبقى تاني الكلام ده، يبقى هو عايزني أحسب الدايركشن بتاع مين؟ بتاع الريزلتنت. كلوك وايز فروم إكس، يعني ابدأ من الإكس وامشي مع الساعة وقول لي هتمشي قد إيه لحد ما توصل للريزلت. أعملها إزاي؟ أنا هشتغل شغل عادي وأشوف الربع الكام، 180 زائد 180 ناقص القصة دي كلها، وطلعت الزاوية. الزاوية اللي طلعت لك ديت من الشغل ده دي بتبقى عكس الساعة معروفة. لو لقيته إن هو طالب مع الساعة خلاص يبقى 360 ناقص، يبقى أنت كده جبتها. الحل التاني إيه؟ الحل التاني أنت ترسم بقى، ارسم الريزلتنت الأصلية. هي طلعت لك في الربع التالت، ارسمها في الربع التالت وابدأ من الإكس أكسس وامشي مع الساعة زي ما هو قال لك وشوف هتمشي قد إيه. عندك الطريقتين براحتك، استخدم أي طريقة تعجبك، مفيش أي مشكلة خالص. دكتور باشمهندس بعد إذنك، يعني هو هنثبت ال 360 لما يقول لي مع الساعة يبقى 360 ناقص الرقم اللي أنا جبته، ماشي كده حاجة ثابتة. ماشي نثبت أكيد ممكن. مع الساعة وعكس الساعة مجموعهم 360. نعم. ممكن نعملها بالساين لو؟ تعالوا بقى نعملها جرافيكال بقى. تمام، هتلاقيها محلولة عندك في البي دي اف اللي هرفعه لك جرافيكال. تمام، يبقى انت كده عندك الطريقتين. طب ممكن سؤال معلش، هو الزاوية احيانا بتطلع يعني مثلا ايه 103.5 103.3 عادي؟ شوف بقى اقرب حاجه في الاختيارات بقى. بس لو مش اختيارات فعادي يعني. بصوا يا شباب، تعالوا بقى الطريقه دي جرافيكال، يعني اولا يعني دي طريقه صعبه، فايه في البعض بيبقى قدراته ضعيفه، مفيش اي مشكله خالص، ده شيء ما يعبكش خالص. الطريقه دي عايزه اول حاجه تبقى انت بتعرف ترسم خطوط مستقيمه وبتاع، تاني حاجه بتعرف في التريجونومتري حساب المثلثات اللي هو الساين لو بتاع المثلث والكوساين لو، القصه دي كلها ان انت ايه يبقى عندك المهاره، يبقى عندك رسمه فيها ابعاد ناقصه، عندك المهاره تعرف تجيب الابعاد دي. طبعا دي محتاجه تدريب، انت بتوع الثانويه العامه سهله جدا، هم اتدربوا على الكلام ده كتير جدا، لكن انا بتكلم على الطلبه التانيين ممكن يكون جاي من السعوديه، جاي مش عارف مين، ما خدش الحاجات دي اصلا، ما شافهاش، فالطريقه دي بتبقى صعبه عليهم جدا، فممكن تسيبها ما فيش اي مشكله خالص. تمام. طيب واحده واحده، انا برضو هحاول واحده واحده عشان اللي عايز يفهمها برضو ما فيش مشكله. بص انت هتعمل ايه، اول حاجه انت هتكون مثلث من القوتين دول، هتكون مثلث. اعملها ازاي؟ هتبدا باي فورس فيهم وترسم منها موازي للفرصة الثانية، يعني كأنهم بيمشوا ورا بعض. خلاص؟ يعني أنت مثلا إيه شايف الاتنين كيلو نيوتن؟ تعالى من آخرها وارسم خط موازي للستة، موازي للقوة الثانية. أهو. خدت بالك؟ رسمت من آخر الاتنين خط موازي للستة.
يبقى الخط ده طوله كام؟ طوله 6. اقفل بقى المثلث بتاعك من البدايه للنهايه، ده هيبقى الريزلتنت اللي انت عايز تحسبها. اهي دي الريزلت في المثلث، اهو المثلث اهو ده كده المثلث. دي بدايه الطريقه الجرافيكال، عرفنا ازاي؟ يبقى انا هبدا باي فورس فيهم اهي، وبعد كده حاجه من اخرها وارسم موازي للقوه الثانيه. كده بقى عندي خطين، اقفل من البدايه للنهايه بالريزلتنت. كده انت عندك اطوال وعندك زوايا، مطلوب منك بقى دلوقتي تعرف طول الريزلتنت دي كام. كانها اطوال، يعني كان ال 2 كيلو نيوتن طول وال 6 كيلو نيوتن طول. ماشي يا شباب؟ بنعملها ازاي بالساين لو والكوساين لو؟ هكتبهم لك على جنب. اي مثلث في الدنيا اهو عندك ثلاث اطوال، A داش B داش C داش، وعندك ثلاث زوايا، C مقابل للC داش، والA مقابل للA داش، والB مقابل للB داش. ده أي مثلث في الدنيا، مثلث عام مش قائم، مثلث عام. الساين لو بيقول إيه؟ بيقول إن أي طول A داش على ساين الأوبزيت أنجل لو ده بيطلع لك رقم ثابت، B داش على ساين B هو هو نفس الرقم C داش على ساين C. دي قاعدة لامي يا دكتور صح؟ لا، لامي ده بتاع الإكوليبريم، اتزان ثلاث قوى. تمام. هي شبه دي اسمها ساين لو عادي. قانون الجيب. قانون الجيب ساين لو. القانون ده كان بيستخدمه الفراعنه، خلي بالك. ما تفتكرش ان احنا عاملينه من 400 500 سنه، لا. طيب القانون التاني يا شباب. دكتور هو ممكن، ايوه قول، ممكن ندخل الناس في قدر الاداره والكلام ده في حاجه شبه كده مثلا، لان هو مثلا القانون برضو بيساوي 2 ار. ايه 2 ار دي بقى؟ اللي هي نصف قطر الدايره المره بالمركز اللي المثلث بيبقى في قلب الدايره فيها، او الدايره بتبقى مره بالمثلث ده. في تفاصيل كتير مش هنحتاجها، مش هنحتاج الحاجات دي. تمام. بص بقى يا شباب، الكوساين لو بيبقى عباره عن ايه؟ ان انت عايز مثلا تجيب اي طول، عندك طولين وعندك زاويه ما بينهم، خلاص عندك طولين وعندك زاويه ما بينهم. انا مثلا عايز اجيب الاي داش، فبقول له اي داش سكوير، اللي هو زي مسالتنا بقى اللي قدامنا. مسالتنا انا عندي طولين وعايز اجيب الطول الثالث، ده القانون اهو. اي داش مثلا انا مش عارفه، اي داش سكوير دي بتساوي بي داش سكوير سي داش سكوير ناقص 2 الاول في الثاني في كوساين الانجل اي. مثلا انا عايز اجيب سي داش، مثلا سي داش سكوير يساوي الطولين التانيين سكوير A داش سكوير و B داش سكوير ناقص 2 A داش B داش في كوساين C. دي قوانين الساين لو والكوساين لو. تعالوا نطبقها على مسألتنا. عندك مسألتك مثلث ظريف جدا اهو، عندك طولين ونقدر نجيب زاوية، نقدر نجيب زاوية. بص كده ركز معايا، ايه الزاوية اللي هقدر اجيبها؟ عشان كده بقول لك دي محتاجة قدرات خاصة. بص كده ركز، انا هعمل خط كده ظريف جدا، ال 45 هتخش جوه 45 اهي، وادي ال 60 تحتيها، يبقى الزاويه عندنا ديت 105. 105 كده عندي طولين وعندي زاويه، اقدر استخدم الكوساين لو. وهقول له ايه بقى؟ هقول له الطول الثالث اللي انا عايزه ار سكويرد هتساوي الطولين سكويرد 2 سكوير و6 سكويرد ناقص 2 الاول في الثاني في كوساين الانجل اللي ما بينهم اللي هي 105. باذن الله هيطلع لك الريزلتنت نفس الرقم القديم، قول يا رب اهي اللي هو 6.8، ده الماجنيتيود على طول، خلاص ماجنيتيود. طب عايزين الدايركشن، هات اي زاويه في المثلث، هات اي زاويه في المثلث. يبقى ازاي؟ باستخدام الساين لو. حدد اي زاويه براحتك اهي، مثلا سيتا اهي،
عايزين نحسب الزاوية دي. يلا الساين لو بيقول ايه؟ الزاوية اللي انا عايز احسبها ديت الاوبزيت بتاعها 6، فهقول 6 على ساين ثيتا يساوي، خد اي طول واي زاوية قدامه، 6.8 على ساين 105 كده تعرف تجيب الثيتا. واضح يا شباب؟ طلع لك كام؟ حد حسبها؟ لو سمحت يا دكتور، هي الستين اللي تحت الخمسة واربعين دي جت منين؟ 58.5. 58.5 ماشي. السؤال بقى اللي هي الستين، طيب ما بصوا كده، دي الستين اللي هو مديها لي اصلا، ال 60 هو مدالي ما بين الفورس اللي هي 6 والاكس اكسس. ما هو ده اللي انا عملته، ما هي الفورس 6 هي نازله لتحت اللي انا رسمتها بايدي عامله مع الاكس اكسس 60، ما هي مش عارف دي اسمها ايه، تناظر باين، ومش عارف كنا بناخدها اسمها ايه، مش فاكر اللي هي كان شكلها حرف الغاب ده. تناظر يا اخي، اللي هي زي الاف. هو لا معظمنا عربي. ايوه حرف الاف، معظمنا عربي ولا ايه يا جماعه؟ غالبا تمام. دكتور معلش عندي سؤال. اتفضل. هو ال الخط اللي قطع الار اللي هو التوازن ما بين الاكس الموجب والسالب واللي هي ال 6 كيلو نيوتن دي دايما بتبقى 90 درجه يعني عمودي على الخط الاكس اللي هو الموجب والسالب؟ لا يا باشمهندس، لا ده خط بقى في المثلث طلع بقى فيرتيكال، ما طلعش فيرتيكال. ما هي الزاويه اللي حددت لك الزاويه طلعت لي 58، هل طلعت 45؟ لا، يبقى الخط ده مش في الواي. تمام يا شباب، يبقى الدايركشن اللي هو طالبه ايه بقى؟ يبقى الدايركشن اللي هو طالبه ايه؟ بص على الرسمه كده، ابدا من الاكس اكسس وامشي كلوك وايز، تلاقي نفسك مشيت 45 ومشيت 58 اللي هي 103. تمام؟ دكتور ممكن سؤال بعد اذنك؟ ايوه. ايه السؤال؟ احنا ممكن نعمل الخط اللي هو بين الرسم بتاع قوه 2 وقوه 6 بدل الريزلت اللي احنا عملناه في النص ده والست ده. انا ما فهمتش السؤال، انت بتقول ممكن ايه؟ تعمل الخط بتاع الريزلت بين الرسم بتاع قوه 2 وقوه 6. مش عارف، او في طريقه في طريقه تانية لرسم الار اسمها البراليلوجرام، في طريقه تانية اسمها البراليلوجرام، ممكن تكون انت تقصد دي. هو يا دكتور عايز يوصل الهيد بتاع الاثنين بالهيد بتاع الست. لا غلط طبعا، لا غلط. انا عندي السته كده وعندي الاثنين كده. بصوا يا شباب، عندي السته وعندي الاثنين. الطريقه اللي انا قلتها ديت اسمها الطريقه التريانجل المثلث، ان انا برسم الاثنين ورا بعض. لكن انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقفل البراليلوجرام، يعني تيجي من اخر الاثنين وتعمل خط موازي للست، وتيجي من اخر السته تعمل خط موازي للاثنين، اهو كده بقى عندك متوازي مستطيلات براليلوجرام. الوتر بتاعه القطر بتاعه هو ده الريزلتنت اهي، لكن ما توصلش راس السته بالراس بتاعت الاثنين. غلط. سؤال يا باشمهندس، نفس المثلث ممكن الطريقه دي يعني تتعمل؟ انا عارف ان هيبقى فيها نسبه خطا عاليه، بس يعني تتعمل بالرسم خالص، يعني افرض مثلا 6 كيلو نيوتن ب 6 سم واظبط الزوايا واروح قايس الريزلتنت في الاخر، تطلع صح؟ طبعا
حتى انت في الامتحان دكتور بعد اذنك انت في الامتحان بندي لك سكتش كده سكتش السكتش ده بيبقى مربعات نص سنتي بتبقى بتساعدك ان انت لو عايز ترسم حاجه تو سكيل ترسمها عادي. طب هو في قانون الكوزين لو مش المفروض اللي هي كوزين ثيتا دي بتكون الثيتا دي اللي هي ما بين التو فورسز؟ لا ده بقى دي حاجه تانية. الكوزين لو هتلاحظ ان هو بيبقى مكتوب بالسالب سالب، لكن القانون بتاع مجموع قوتين اللي الباشمهندس كان سائل عليه من شويه وانا قلت له بلاش ده F1 square plus 2 وبيبقى الزاويه ما بين الاثنين، الزاويه ما بين الاثنين ده بيبقى زائد، ده بيبقى زائد يعني بلس 2 F1 F2 كوزين الانجل ما بينهم. لكن لما بتعمل المثلث لما بتحول الفورسز للمثلث وتستخدم كوساين 2 لا مختلفه بيبقى القانون سالب. بس القانون اللي تحت ده كده ممكن احل بيه على طول من غير ما ارسم اصلا. طبعا ممكن تحل بيه. انا قلت وممكن له برضو وممكن اجيب بيه 10 ثيتا برضو اللي هي الدايركشن من غير ما ارسم. بس انا مش حافظه. في قانون كده تجيب بيه برضو الثيتا في الحاله دي اللي هو بيبقى F2 ساين ثيتا على F1 بلس F2 كوزين ثيتا. مش مشكله. تعالوا يا شباب نطبق في مساله تانية. تعالوا ناخد ادي مساله كده كمان. القانون اللي حضرتك اللي هو بدأ من ان تربيع ده بتاعي الان تربيع ده حضرتك عنده اللي باللزق. ده الريزلت ده الار تربيع. دي ار تمام. ده قانون كده تاني. ده مختلف عن الكوساين لو. ده مجموع قوتين. بلاش مش عايزين يعني معلومات كتير على الفاضي. ماشي يا شباب عايزين بقى نحل بقى ايه اناليتيكال بقى تحليليه بقى عايزين نتعود على التحليليه ابسط واسرع. ماشي. الزاويه ثيتا 30 والتنشن في الحبل 6 احسب برضو الماجنيتيود واحسب الدايركشن. تمام. هنعمل بقى ريزوليوشن. التي اللي هي بتساوي 6 دي في الربع الاول يبقى الاكس موجب يمين والواي موجب فوق. الزاويه جنب مين؟ الثيتا جنب الواي فالواي هديله كوساين يبقى 6 كوساين 30 و6 ساين 30. الثمانيه اللي تحت في الربع الرابع يعني الاكس رايح موجب والواي تحت سالب. الزاوية 45 جنب الإكس يبقى حد الإكس كوساين. تبقى كده. ماشي شباب يلا نجمع. هجمع الأول الإكسات اللي رايح يمين موجب واللي رايح شمال سالب. طبعا كله رايح يمين يبقى 6 ساين 30 زائد 8 كوساين 45 وتحسب. مش عارف بقى محلوله في البي دي اف اللي هينزل لك محلوله في البي دي اف جرافيكال برضو محلوله برضو جرافيكال. ماشي يبقى عندك الاثنين اللي عايز يتضرب يبقى يشوفها. حد حسبها؟ 8.6 ماشي 8.6 مثلا كيلو نيوتن. ال ار واي اللي طالع فوق موجب اللي نازل تحت سالب فيبقى عندنا 6 كوساين 30 عندنا ناقص 8 ساين 45 يطلع لك بالنيجاتيف اعتقد نيجاتيف 0.46. تمام. بعد كده هنجيب له الماجنيتيود الار سكوير روت ار اكس سكوير وار واي سكوير. تقريبا 8.7. وبعد كده اخيرا الدايركشن هنقول له تان انفرس واقسم الواي على الاكس بالموجب طبعا زي ما قلنا اهو يطلع لي الزاويه كده. بعد كده بفكر بقى هي في الربع الكام. اشاره ار اكس موجب واشاره ار واي سالب
يبقى دي كده في الربع الرابع، يبقى الزاوية الصحيحة 360 ناقص الثيتا اللي انت جبتها. بس هو عايزها مع عقرب الساعة دكتور، معلش هو مش ماشي، مش يبقى هنضيف له الإضافة، هنضيف له إضافة في الآخر، ما فيش أي مشكلة خالص. يعني تقريبا تطلع لك الزاوية 3 بالظبط. تمام، دي هتطلع لك 3. فأنت هتقول والله في الربع الرابع يبقى 360 ناقص 3 يبقى 357. هتبص في الرسمة هتلاقيه قايل لك كلوك وايز، هتلاقيه قايل لك كلوك وايز. يبقى قلنا طالما كلوك وايز بنعمل إيه؟ 360 ناقص الزاوية اللي انت جبتها هترجع لك 3 تاني، مش مشكلة، على حسب بقى انت زودت 360 ولا 180 ولا بتاع. بس يعني لو قال لي ثلاثة الإجابة النهائية، الإجابة النهائية 3. لو قال ايه طب لو قال لي عكس عقارب الساعة يبقى بدل 360 زائد بدل ناقص. احنا نقعد يعني نخترع اختراعات بقى والكلام ده كله؟ هو لو عكس عقارب الساعة فاحنا كده لوحدنا. في حد قال زائد 360 زائد لو عكس الساعة؟ ده اللي انا جبته خلاص، اللي هو 357 ده اللي انت شغال بيه اصلا بقى لوحده كده. ايوه بالظبط، احنا قلنا اساس القوانين عكس الساعة، يعني السيتا اللي احنا قلناها الطريقة اللي احنا قلناها بتجيب لنا عكس الساعة اساسا. فلما هو طلب عكس الساعة أو حتى ما قالش أصلا بسيب اللي طلعت زي ما هي. دكتور هو ممكن يقول لي إن الدايركشن من Y أكسس عادي؟ طب تتحسب زي برضو الإكس برضو؟ تتحسب بالرسمة بقى، لازم ترسمها. يعني هرسمها إزاي؟ حاجة هنا مثلا أقول إيه؟ الار اكس موجب والار واي سالب، ماشي، يبقى دي في الربع الرابع. اروح عامل رسمه كده ظريفه واروح حاطط الريزلتنت في الربع الرابع، الزاويه 3 ديت مع الاكس اهي، دي زاويه 3. بيقول لي احسب الزاويه مع الواي كلوك وايز، هبدا من الواي وامشي مع الساعه لحد نوصل للار. مشيت قد ايه؟ مشيت 90 و3 يبقى 93. واي كلوك وايز يبقى 93 درجة. تمام؟ تمام. هو دايما الانجل بتكون مع الاكس يا باشمهندس صح كده؟ يعني اللي انا بطلعه دايما مع الاكس انت كلوك وايز. يعني ما انتوا فاكرين الرسمه اللي احنا رسمناها اللي هي 180 ناقص 180 زائد، عارفين الرسمه دي؟ الرسمه دي عكس الساعه من اكس. باشمهندس هي المسائل نعم في الكتاب الكبير ولا في الملزمه؟ البي دي اف اللي انا هنزله فيه مسائل كده معينه احنا اللي بنحلها، اللي عايز يزود يروح يخش على الكتاب بقى. طب محلوله يا باشمهندس ولا لا؟ في الكتاب قصدك ولا فين؟ اللي هو البي دي اف اللي حضرتك هتنزله محلوله. ايوه محلوله. طيب بصوا يا شباب، تعالوا كده ناخد فكره ثانيه. المساله اللي قدامنا في عندك ثلاث قوى، طبعا ما ينفعش جرافيكال بقى هنا خالص يعني، بس المطلوب متغير. فكره بقى، فكره جديده، بيقول لك احسب اف واحد واحسب الثيتا، ده الفورس الاولى يعني. So that the resultant force خلاص is directed vertically. بيقول لك ان الريزلتنت اتجاهها vertical. vertical يعني ايه؟ يعني رأسي، بالشكل رأسي، يعني في الواي اكسس. عندنا حاجة vertical في الواي وعندنا horizontal في الاكس. vertical upward يعني الفوق، يعني الفوق يعني موجب يعني. فهمت الكلام؟ يعني شوف كل كلمة ايه
يبقى بيقول لك الريزلتنت في دايركتد فيرتيكال يعني في الواي اكسس وكمان لفوق يعني موجب. وبتساوي على الاكس اكسس هتختفي صح؟ وبتساوي 800. يعني هو عايز يقول لك حضرتك لما تيجي ترسم في الاخر الريزلتنت هتطلع لك كده اهي دي الريزلتنت وبتساوي 800. يعني هو مدي لك الاجابه النهائيه هتبقى ايه وعايز بقى منك تحسب الفورس. تحسب الفورس هنحل ايه الفكره في حاجه زي دي؟ مش انت بتحل بتجمع الاكسات وبتجمع الوايات وبعد كده تجيب الماجنتيود؟ طب ما معنى اللي هو قاله ايه؟ ان لما تيجي تجمع الاكسات مش هتلاقي حاجه، هتلاقي صفر. فدي فكره المساله. يبقى اذا مجموع الاكسات صفر، ما هو علشان تطلع الريزلتنت في الواي اكسس لازم ما يكونش ليها اي حاجه في الاكس بس. والار واي بكام؟ والار واي ب 800. فدي المعلومات اللي احنا هنحل بيها المساله. ماشي يا شباب؟ هتمشي بقى شغلك العادي، هتعمل ريزوليوشن للفورسز اللي قدامك دي كلها. تعالوا كده نشوف ازاي. بص كده ركز معايا. مثلا الاف 1 عايز اعمل لها ريزوليوشن، اف 1 في الربع الاول والزاويه جنب الواي، فهنقول له على الاكس هيبقى اف 1 ساين ثيتا، وعلى الواي اف 1 كوساين ثيتا. انا ما اعرفش بكام الساين وبكام الكوساين. طب خد كده ال 400 برضه في الربع الاول، فهنقول له على الاكس موجب 400 كوساين 30، وعلى الواي 400 ساين 30. تعالى كده بقى على ال 600، 600 نيوتن في الربع الثاني صح؟ فالاكس سالب والواي موجب. مثلث ابعد عن الساين والكوساين، انت في الاكس خد من مثلث الاكس بتاعته اللي هي 4 مقسومه على الوتر 5، يبقى اكتب 600 4 على 5، وهكتب في الواي 600 3 على 5. عندك اكسات وعندك وايات ومش عارف ايه. جمع بقى معنى كلامه ان انت لما تجمع الاكس مش هتلاقي حاجه لان الريزلتنت في الواي. فجمع كده الاكس يبقى ار اكس تساوي عندنا اف 1 ساين ثيتا، عندنا 400 في بس حاجه اختفت 400 كوساين 30 موجب، عندنا سالب 600 في 4 على 5. الكلام ده كله المفروض ما يبقاش موجود، يبقى بيساوي زيرو مش موجود. هتعرف تجيب اي حاجه؟ لا، عندي مجهولين، عندي اف 1 وعندي ساين ثيتا، خليهم في طرف وودي الباقي الناحيه الثانيه. دي كده اول ايه، اول خطوه. ماشي يا شباب؟ فهيطلع لك 133.6. سميها المعادله رقم 1. جمع بقى كده الواي، بنقول له الار واي تساوي عندك اف 1 عندك كوساين ثيتا تمام، عندك 40 ساين 30، عندك كمان 600 3 على 5. الكلام ده كله بيطلع مجموع الواي اللي هو كام، اللي هو اللي هو مديهولك 800. برضو عندي مجهولين دكتور، مش 3 على 5 دول بالنيجاتيف؟ 3 على 5 دي بالبوزيتيف طالعه فوق. بوزيتيف. انا دلوقتي بجمع الواي يعني الفوق موجب، اللي تحت ايه؟ سالب. ملوش علاقه الاكس بتاعت الفوس دي كانت فين؟ ملهاش علاقه. تمام. هيطلع لك اف كوساين برضو مجهولين بتساوي 240. المعادلة الأولى فيها اف ساين، المعادلة الثانية فيها اف كوساين. الشكل ده مش غريب، هيظهر لك كتير قوي. نقسمهم على بعض. مش مهندس المعادلتين على بعض؟ بالظبط كده، هنقسم المعادلة الأولى على المعادلة الثانية. طب ليه عملنا كده؟ علشان اف 1 هتطير مع اف 1
وهيبقى لك ساين على كوساين اللي هي تان. بالظبط. دي يا شباب يعني اللي أول مرة يشوفها دي حاجة مشهورة جدا، معادلتين واحدة فيها ساين والتانية فيها كوساين، تقسم على بعض يطلع لك تان على طول. بس كده بقى هنشفت تان صح؟ شفت تان وتجيب الزاوية ترجع تعوض في أي معادلة في الاتنين تجيب اف واحد. 274 نيوتن. تمام. يعني دي كده ايه الافكار الاساسيه اللي هتلاقيهم في الدرس الاول بتاع ال 2 دي. انا ممكن اكون في فكره مش هتلاقيها في البي دي اف، معرفش الدكتور قالها لك ولا لا، ان هي عايز اعمل ريزوليوشن في اتجاهين مش عموديين على بعض. يعني انا مثلا عندي فورس بتساوي 100 نيوتن خلاص، وبقول لك حلل في الاتجاهين دول اكس داش واي داش حاجه مثلا زي كده. فكره عايزك برضه تبقى عارفها، غريبه شويه، اول مره تشوفها ولا شفتها في المحاضره؟ أول مرة يعني مش أول مرة في دماغي، بس أول مرة هنا في المحاضرة. إحنا أول مرة تقريبا. خلاص يبقى خلي المعلومة عندك. بيقول لك إيه؟ بيقول لك حلل ريزولف الـ 100 نيوتن في اتجاه إكس داش واي داش. تمام؟ يعني عرفنا إف إكس داش بتساوي كام؟ إف واي داش بتساوي كام؟ تمام. نعمل ايه بقى في حاجه زي دي؟ طبعا في اختراعات بقى ممكن تقولها. يعني اول حاجه، اول اختراع مرفوض اللي هو الساين والكوساين. ينفع ساين 30 وكوساين 30؟ ما ينفعش. ينفع ساين 90 وكوساين 90؟ ما ينفعش. طيب واحد بقى هيخش على الاختراع الثاني هيفتي بقى، هيقول لي خلاص مع الاكس داش هقول له كوساين 30، مع الواي داش هقول له كوساين 90 اللي هي صفر. يعني برضو دي فتوى مرفوضة واختراع مرفوض، كل ده مرفوض. امال ايه الصح؟ كملهم. هنرجع ده قانون صح؟ هكتب لك القانون بتاعها. هنرجع لاصل الريزوليوشن. اصل الريزوليوشن بيقول لك ايه؟ بص كده ركز. مثلا انت عايز الكومبوننت مع الاكس داش، هتكتب ال 100 في ساين الزاويه الثانيه اللي مع الاكسس الثاني اللي هي 90 على ساين المجموع اللي هو 120. ده القانون العام بتاع التحليل في اي اتجاهين. ده جه منين؟ جه من الساين لو والكوساين لو. بص كده الكومبوننت الثانيه، هنكتب ال 100 هنكتب ساين الزاويه اللي مع الاكسس الثاني اللي هي 30 على ساين المجموع 120. ماشي يا شباب، خليها برضو معاك الطريقه دي تحسبا لاي ظروف. وضعت الفكره. لو جيت طبقتها على الاكس والواي العاديين هتطلع، ما ده الاساس اصلا. يعني انت فاكر الاكس والواي العاديين؟ ادي ال 100 وعامله زاويه 30. تعالى كده نجرب اف اكس تساوي كام. ها 100 ساين كام؟ 60 على ساين المجموع 90. ما هو ساين 90 بواحد اصلا، ساين 90 بواحد يعني مش موجوده. فهتلاقي نفسك رجعت للاصل بتاع التحليل، والاف واي هتقول له 100 في ساين 30 على ساين 90، برضه ساين 90 بواحد، هي هي ساين 30 هي هي كوساين 60. الطريقة دي ما تنفعش في ثلاث قوى؟ لا ثلاث قوى ازاي؟ يعني لا، هو أي مسألة عايز ريزلتنت أنا بحلل عادي. هنا بس الحتة بتاعت الريزوليوشن دي بتجيلك منفصلة لوحدها في سؤال لوحدها. بيجيلك بس اعمل لي ريزوليوشن في الاتجاهين دول بس. يعني بيبقى اتجاهين بس. اه.
دكتور معلش، هو في تدفقات وكده بس يعني مش بتاعتي. احنا ممكن نعمل متفق في اول واحده في اول الرسمه، نعمل متجه رابع عمودي على الـ على الـ الاكس. لا هيبقى مش على الاكس والواي، مشترك ده ومشترك ده. انا فاهم انت هتعمل التحليل مرتين بس ده كحل، بس يعني مش بتاعي انا. انا 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 عادي ممكن احل بده اول اول حاجه حاضر انت قلتها. لا لا ما هي برضو غلط، مش مظبوطه. لا احلل مرتين مش مظبوطه. طب يا دكتور انا جت في دماغي هيقعد يحلل وبرضو مش هيوصل لحاجه لان الزاويه بينهم مش 90 بالظبط. هيفضل يحلل كل مره، هيعمل الاتجاهين العمودين على بعض، هيطلع له اكسس ثالث في كل مره، اكسس جديد، فطبعا يعني مش هتنفع. مش فاهم المساله دي يا دكتور. دي طريقه يا باشمهندس، مش مساله دي، ده حاجه كده معلومه كده او قانون. قانون طبعا يا دكتور من سنين لو ممكن اقولها استخدمه على طول. ركز معايا كده يا باشمهندس، انت عايز تحلل ال100، تحلل ال100 مع الاكس داش والواي داش. هتبص للزوايا يا باشمهندس، هتبص للزوايا، ال100 عامله كام مع الاكس داش؟ عامله 30. عامله كام مع الواي داش؟ عامله 90. صح ماشي. ببساطة شديدة، ببساطة شديدة، انت عايز تحللها في اتجاه الاكس داش، هتقول له 100 في ساين الزاوية التانية، ساين الزاوية 90 على ساين المجموع. طيب عايز احلل في الواي داش، تقول له 100 في ساين الزاوية التانية اللي مع الاكس داش 30 على ساين المجموع. ده قانون، قانون عادي تطبقه عادي مباشر. استفسار يا باشمهندس. تمام، يعني اللي تحت دي مسألة تانية مش بنكمل بعدها يعني؟ لا اللي تحت دي مسألة تانية، انا بقول لك الاصل ايه. تمام. باشمهندس انا عندي فكرة تانية ان احنا ممكن نعمل قول الفكرة ان احنا ممكن نحرك اللي هو الواي داش ده، ممكن نحركه موازي ليه بحيث ان احنا نقفل المثلث اللي تحت ده، بعد كده نشتغل بالساينز رول اللي هو صح. بس الطريقة صح، ما هو ده اصلا القانون جه من الساين لو اصلا. اه باشمهندس، مش مش القوه عموديه على على الواي داش. يبقى اساسا المفروض ان يكون تاثيرها على الواي داش بزيرو. تاثيرها على الواي داش بزيرو. لو نفس الفكره، لو انت عندك بتاثر بقوه في الاكس اكسس، اذا تاثيرها على الواي زيرو، على الواي اكسس، لان عمودي عليه. هو انت مين اللي فهمك ان الكومبوننت يعني تاثيرها على المحور؟ هو فعلا تاثيرها هو على المحور فهمه يعني هو فعلا تاثيرها على المحور زيرو، لكن مش انت بتجيب دلوقتي انا مش بجيب تاثيرها على المحور، لا انا بقسمها القوتين، واحده في اكس داش واحده في واي داش، بحيث ان مجموع الاثنين يطلع 100. ريزولف، ريزولف يعني حللها، حللها في اتجاهين، حط لي واحده هنا وواحده هنا، بحيث يبقى لو جمعناهم يطلع لي 100. تمام تمام. مش تاثيرها على المحور ده كام؟ لا هو انت كلامك صح، تاثيرها على الواي ده الصفر، بس انا دلوقتي بحلل مش بجيب تاثيرها على المحور. ايوه وسعك. تمام يعني لو سمحت يا باشمهندس، القانون انا لو شفت الشكل ده في اي وقت احل بالقانون ده. هو طبعا احنا مش هنحل مساله كامله بالقانون ده، يعني مش هيقول لي هات ريزلت. لا لا، او فرصه واحده. لو انا عندي فرصه وعايز احللها وبس، يعني والموضوع عايز اشيلها واحط قوتين في الاتجاهين دول، بستخدم ده على طول. هو احنا ممكن نوقف هنا طيب، عشان في واحده يعني في حصه ثانيه بعد حضرتك على طول. ايوه ما انا خلصت كده، انا مستني بس ايه الاسئله بس. تمام هو في اساينمنت بعد التوتوريال هي حصه اللي بعد دي المفروض. ماشي انتوا عندكم عندكم رياضه تقريبا صح؟ تمام يا شباب، يبقى انتوا بالنسبه لكم انتوا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي
مش اونلاين، يعني انتوا خلاص ما عندكوش حاجه السبت اللي جاي، هيبقى عندكم في الكليه باذن الله. كان في اي اساينمنت؟ لا، هو لو في اساينمنت هنقول لكم بقى قبليها، وهيبقى اخر الترم. تمام، هيبقى اخر الترم، ما فيش دلوقتي خالص. تمام تمام، احنا مش هنعمل اي واجبات على ولا نحل اي حاجه على الحاجات دي. في الجامعه، في الجامعه بقى ايه، في الجامعه انت بقى ايه مسؤول عن نفسك، هيسيبوك كده يا عيني بقى، محدش هيسال عنك خالص. تمام، كل طالب ايه ياخد باله من نفسه. لما تدينا واجب اسمع المنهج، بص تدينا واجب ديت، يعني بص موضوع صعب جدا، صعب. قول لنا الحل في ايه؟ طيب لو عايزنا انت بقى هتاخد البي دي اف اللي احنا هرفعه لك ان شاء الله وتحل، وعندك حلوله، هتاخد الكتاب وتحل في مسائل الكتاب، وعندك برضو حلول الكتاب موجوده، المانوال سوليوشن هتلاقيه على النت. الكتاب اسمه ايه ده؟ هتكتب هيبلر النسخه 13. هو اللي بس حطيته لك انا خالد. ماشي تمام، تكتب هيبلر ويطلع لك الكتاب على النت، سهل قوي. في ملازم او كتب نجيبها يا دكتور؟ في فرق يا دكتور بين 12 و 13؟ لا، مفيش فرق كبير قوي. هو في مسائل زياده.